نصيري سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى، لاعب ربما نقول أعصابه من حديد. أول ركلة سينفذها نصيري، تسديدة قوية وجميلة، ضربة مذهلة. نيمار يتقدم لتسديد ركلة الترجيح، تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير، تصدي غير عادي من حارس المرمى، مباراة كبيرة لهذا الحارس. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى، كرة الاطمئنان داخل الشباك. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات، كرة في المرمى، هل ينجح في زيادة الفارق من الأهداف؟ يتصدى حارس المرمى للركلة، تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش. يلعبها في الجانب الأيسر، يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى زاوية والكرة في الأخرى، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. الآن الدور على خامس اللاعبين، أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. البرازيل لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء، البرازيل لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بداني أنه مستحيل التصدي لها. البرازيل، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ البرازيل، هل هي كرة التعادل أم الخسارة يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. الحارس توقعها صح لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. يأتي دور المسدد الثامن، يلعبها لكنها ضاعت. ياسين بونو هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة وإلا. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. التاسع في الترتيب يتقدم الآن. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملاء يفتخرون بهذا التألق بهذا الإنقاذ. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. البرازيل عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. نصل لآخر لاعب، المسدد الحادي عشر. بلعوبه كانت قريبة جدا من الحارس. توتر أثر عليه وفي الأخير الكرة عند الحارس. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. النصيري، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف.
البرازيل لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. والآن الدور على حكيم زياش. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة، روعة في التنفيذ. حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. البرازيل، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. الكرة في الشباك في منتصف المرمى، ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. البرازيل لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء، وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. البرازيل عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. رومان سايس يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. البرازيل، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس. ياسين بونو عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. يتصدى لها الحارس، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. ياسين بونو إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يا هدوءك، حطها بشكل جميل في وسط المرمى. البرازيل عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. البرازيل لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. أنهت هذه الركلة المباراة. المغرب فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة. على الرغم من صعوبة المباراة نجح الفريق في الانتصار في النهاية. لا توجد إثارة.